الطفيلي الباحث في الشأن الروسي بموسكو. مساء الخير يا فندم دكتور عماد. مساء النور. أهلا بحضرتك دكتور عماد. أهلا بك. مبدئيا العالم يتساءل دكتور عماد، هل تتوقع يتوقع استخدام بوتين للنووي؟ تحية لكم ولمشاهدي قناتكم. بالطبع يعني الخطوة التي تحدث عنها اليوم الرئيس فلاديمير بوتين هي برسالة لتذكير أصحاب الرؤوس الحامية في الغرب بأن لا يتمادوا كثيرا في مواقفهم العدائية لروسيا، خصوصا يعني في من خلال تصريحات مسؤولين الناتو وغيرهم بإلغاء كل الاتفاقيات مع روسيا وإمداد أوكرانيا بالسلاح يعني. طبعا وكل هذا بالنسبة لروسيا خط أحمر لن تسمح به. وهلا في مجال انه الو في مسألة انه تحذير او هو يريد ان يقول لمن يهمه الامر بان روسيا جاهزه لكل الاحتمالات، وسبق ان اعلن ذلك يعني في صباح يوم الخميس الماضي عندما اطلق هذه العمليه العسكريه، قال من يريد ان يتدخل في او يعيق هذه العمليه العسكريه يعني يتلقى ضربه لم يتوقعها. يعني كل شيء في خدمه يعني العمليه العسكريه الخاصه التي يعني الو استكشفت المهام. انا معك. انا اصل صوت التليفون بيقطع، فاتمنى ان حضرتك يعني تثبت في مكانك. اتفضل يا فندم. اوكي انا حضر المكان. سمعنا. طيب فمجرد يعني رساله تحذيريه. طبعا روسيا لا تريد الحرب، روسيا ليست دوله عدوانيه، روسيا مع السلام تمد يدها لكل دول العالم، لكن يعني ان يقوم حلف الناتو بزرع القواعد العسكريه حول روسيا ومن ثم يريد يعني من جارة روسيا ومن الخاسرة روسيا أن ينشئ قاعدة عسكرية تضر الأمن القومي، تهدد الأمن القومي الروسي، هذا مرفوض يعني رفضا قاطعا من قبل الرئيس الروسي. وما العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الروسي إلا هي عملية لنزع سلاح أوكرانيا طبعا ولحماية سكان الدنباس، و والخطوة التي قامت بها القوات المسلحة بالسيطرة على محطة تشيرنوبل ما هي إلا أيضا أنه رسالة حتى لا تفكر القيادة الحالية أو الجديدة بالعداء لروسيا أو مجرد أن تكون مطية كما هو الرئيس الحالي زيلينسكي. يعني هو كدمية توجهه الإدارة الأمريكية وحلف الناتو، وما يقوم به يضر بمصلحة الشعبين الروسي والأوكراني. إيه اللي بيفكر فيه الإدارة الروسية دلوقتي دكتور عماد، خصوصا بعد احتمال حدوث مفاوضات في بيلاروسيا؟ نعم. تقريبا إيه الأوراق اللي مع بوتين للضغط على أوكرانيا؟ أصبحت يعني العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش الروسي وجهت ضربات قاسمة لمراكز السلاح، للقواعد العسكرية، للمطارات الجوية، للرادارات، لمنظومات الصواريخ الجوية وغيرها. هي قواعد. ثانيا يعني قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بمساعدة القوات الروسية يقومون باستعادة كل الأراضي التابعة لهاتين الجمهوريتين حسب دستورهما. ثلاثة يعني لم يتبقى أمام أوكرانيا والقيادة الأوكرانية إلا أن تقر بالواقع الجديد، وإلا الواقع يعني اللي هو إيه؟ اللي هو إيه ما قاله بوتين بأن القوات المسلحة أو الجيش في أوكرانيا يتسلم المسؤولية من الحكومة والرئيس الأوكراني؟ نعم نعم نعم. هل يعني اذا اراد تستجيب اوكرانيا؟ يعني في حال يستجيب او لا يستجيب، يعني المطالب الروسيه يجب ان تتحقق
لأن روسيا قامت بهذه العملية الكبيرة والجريئة والمطلفة ليس فقط للتنزه في أراضي أوكرانيا. نعم. ألو؟ لا أنا مش سامعة دكتور عماد يا جماعة، مش سامعة دكتور عماد. طيب بشكرك دكتور عماد الطفيلي.